هذا وقد حققت المملكة العربية السعودية نجاحا باهرا في ختام موسم الحج هذا العام من خلال إطلاق العديد من المبادرات الفاعلة للعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين. نعم، وتأتي هذه المبادرات ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن والذي دشنه خادم الحرمين الشريفين ليكون أحد برامج رؤية السعودية 2030. من الفكرة إلى الذكرى، هذا هو شعار برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لضيوف الرحمن عبر التوسع في منظومة الخدمات والمساحات في الحرمين الشريفين. برنامج خدمة ضيوف الرحمن هو امتداد لشرف خدمة الحرمين الشريفين من ملوك المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ليعيش الحاج والمعتمر تجربة روحانية لا تنسى من الفكرة إلى الذكرى.